تريندينج بيكشف لكم حصريا معلومات جديده. انا جبل سلطان شيخ الجبل، بيتي معروف، يلي له عندي شيء يتفضل ياخذه. بهالجزء رح تستمر الأحداث محل ما وقفت بالجزء الأول، ورح تكون حصاد للأفعال والزمن، لكن من المؤكد أنه سيرين طالعة بشخصية جديدة ودورها ما إله علاقة بشخصية عليا يلي قدمتها نادين نسيب جيم. ما تتوقع مني يكون زوجي مثالي، كتير بيناسبني. والأبطال المكملين بالجزء الجديد هما منى واصف وروزانا اللدقاني، أما المفاجأة في وجود كمان عبدو شاهين بدور شاهين اللي أصيب بطلق ناري في الحلقة الأخيرة. جمال! وهالمرة جزء كبير من أحداث العمل رح تدور بالعاصمة بيروت، وما رح تنحصر فقط بضيعة الهيبة مثل ما شفنا بالأجزاء السابقة. ورغم أنه سيناريو الجزء الثالث بعده ما خلص، إلا أنه التحضيرات صارت بمراحل متقدمة مع المخرج سامر البرقاوي، المؤلف باسم السلكة والأبطال، بالإضافة للنجوم الجداد اللي رح يكونوا مفاجأة بالمسلسل.